سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة، عليكم ورحمة الله وبركاته. يحق لنا أن نفتخر جميعا بهذا اليوم الذي تحتفل فيه دبي بإنجاز تاريخي آخر من إنجازاتها، فخر أريد أن أعبر عنه بكلمة مختصرة نابعة من القلب. الاحتفال اليوم يخص إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، مع انطلاق أول قطار من نوعه في العالم يشيد من خلال مشروع واحد. هذا الإنجاز جدير بدبي المدينة العالمية بامتياز. هناك سواعد جادة عملت حفرت شيدت وبنت، وهناك عقول أبدعت فخططت ونفذت، هناك إرادة وعزم ودعم جعلت هذا الإنجاز ممكنا اليوم، وهي التي جمعتنا في هذا اليوم التاريخي. هذه الإرادة وهذا التصميم مصدرهما أنتم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. أثمرت إنجازا متميزا ليس هناك ما يماثله في العالم، إنجازا جديرا بدبي واسم دبي وحاكم دبي. في فرنسا تم تشييد 7 محطات مترو تمتد بطول 7 كيلومترات في أكثر من 8 أعوام. في سنغافورة 5 محطات على امتداد 6 كيلومترات شيدت في أكثر من 5 أعوام. في سويسرا تم إنشاء 14 محطة لخط مترو طوله 6 كيلومترات في 4.5 أعوام. أما نحن في دبي فقد أنجزنا 29 محطة، أي أكثر من 3 مجتمعين، وعلى امتداد 52 كيلومتر، ولكن في 4 أعوام فقط. هذا هو الإنجاز الذي تستحقه دبي. لا يرضى لها حاكمها إلا الأفضل، الأفضل لها ولأبنائها وزوارها وكل المقيمين النازلين بأرضها. مشروعنا ينطلق اليوم بهمة عالية حفزتنا على الدوام، استوحيناها من همة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تقيمها، دليلا على الالتزام بأفضل معايير الحياة. الخط الجديد لا يعني فقط انطلاقة شبكة المترو، بل يعلن اكتمال مشروع استراتيجي آخر يضاف إلى صرح هذه الإمارة الشامخة التي ترفض إلا أن تزدان بالأفضل، وأن تعلن نفسها عنوانا للتقدم والتطور والعمران. إخلاص الجميع وتعاونهم هو الذي كفل إنجاز هذا المشروع العملاق وبهذه السرعة القياسية وفي الوقت المحدد ووفق أفضل المواصفات العالمية وبمعدل سلامة أفضل من المعدل العالمي المقبول للسلامة، والبالغ حادثا واحدا لكل 1,000,000 ساعة. الوطن هو الأب وهو الأم والأخت والابن والابنة، وهو الشرف والعزة والكرامة والعرض، إنه الحياة. بين قيادة الإمارات وشعبها كانت وما زالت من أسرار كل النجاحات التي تحققت على أرض دولتنا.
الحدث الذي أتذكره دائما هو ذلك الذي لم يحدث بعد.